طبعا هناك مروى العديد من الأمراض مشاهدينا، ومنها الإصابة بحصوات المرارة. لهذا لازم نتكلم عن هذا الموضوع بشكل أكبر ونعرف شو هي أعراضه وشو هي مضاعفات هذا المرض. خلونا نرحب عبر تطبيق زوم بالدكتور محمد حمدي، استشاري الجراحة العامة والمناظير. صباح الخير دكتور. صباح النور، أهلا وسهلا بك وأهلا بسادة المشاهدين. يعطيك العافية دكتور. بداية حابين نتعرف ما هي المرارة وما هي أيضا وظيفتها في جسم الإنسان؟ مبدئيا المرارة عبارة عن عضو يشبه الكيس، ليه جدار عضلي موجود أسفل الكبد، وهو متصل عبر قنوات اسمها القنوات الصفراوية بالكبد والأمعاء. المرارة هي مهمتها تخزين وتركيز السائل الصفراء، وهو سائل الكبد بينتجه لهدف امتصاص الدهون وهضمها. مهمة المرارة هي تركيز سائل الصفراء ده وإفرازه بعد الوجبات اللي تحتوي على عناصر دهنية. نعم دكتور محمد، يعني أي عمر، في عمر معين للإصابة بحصوات المرارة، أو مثلا للرجال أكثر أم النساء أكثر، ولا أن ما لا يعني شيء معين أو قاعدة معينة؟ والقواعد بتشير أن النساء أكثر إصابة بحصوات المرارة، وكذلك كلما زاد العمر كلما زادت الخطورة في الإصابة بالمرارة، خاصة بعد سن 40. دكتور أيضا أكيد هناك عديد من العوامل اللي تسبب الإصابة ببعض الأمراض المعينة، فما هي العوامل اللي تؤدي للإصابة بهذا المرض، وهل يمكننا أيضا اعتبار هذا المرض وراثي أم لا؟ من العوامل زي ما قلنا السن، وفي نفس الوقت النوع، السيدات أكثر عرضة للإصابة، وكمان في بعض العائلات بيكون موجود فيها أفرادها بيصابوا بطريقة أكبر بالحصوات المرارية، وبالتالي في عامل وراثي أو عامل عائلي في أن يحصل حصوات المرارة. نعم. في عوامل أخرى غير العامل الوراثي أو السن بتزيد معدل الإصابة بالحصوات المرارية، زي الحمل. أحيانا كتير سيدات حامل بيبدأوا يشتكوا من حصوات المرارة أثناء الحمل. الأدوية التي تحتوي على الإستروجين برضو بتزيد خطر الإصابة بحصوات المرارة. قلة النشاط وزيادة الوزن بتؤدي إلى تكوين حصوات المرارة. نعم دكتور محمد، ذكرت أن هي في بعض الأحيان حصوات المرارة هي ممكن العامل الوراثي يلعب دور فيها، ولكن في العالم العربي عندنا نقول دائما ممكن يكون في أسباب نفسية، لأن دوما نقول بأن بتنفجر المرارة بحالة العصبية، هل هذا الموضوع صحيح؟ لا، هي ما لهاش علاقة بأنها تنفجر بالعصبية. هو ما حضرتك تفضلتي، هو في عالمنا العربي في ناس بتربط ما بين المرارة والحالة النفسية، بس هو ما فيش دليل علمي على الكلام ده. زي ما قلنا هو في جزء منه، وده اللي بيزيد بخطر الإصابة هو قلة النشاط والحركة، وده موجود للأسف في ناس كتير، ما فيش حركة يومية، ما فيش نشاط يومي، بيركب السيارة يروح شغله، يرجع من الشغل يرجع البيت بدون أي نشاط بدني، الوجبات السريعة اللي عليها الدهون، كل دي من الحاجات اللي بتزيد فرص الإصابة بحصوات المرارة. نعم دكتور محمد، طبعا أكيد بعد تعرض الأشخاص لبعض الأمراض يبدأ تظهر عليهم بعض الأعراض اللي تسبب لهم الخمول وأيضا تسبب لهم آلام في الجسم، حابين نعرف ما هي أكثر الأعراض الشائعة التي تخص حصوات المرارة؟ لحسن الحظ أن في معظم الأحيان حصوات المرارة بتكون زي ما نسميها صامتة أو السايلنت جول بلادر ستونز، هي حصوات بدون أي أعراض، وفي مثل هذه الحالات المريض ما بيحتاجش لعلاج، ولكن هناك عرض الأكثر شيوعاً وهو المغص الصفراوي أو البيليريكوليك. المغص الصفراوي هو ألم بيجي في أعلى البطن من ناحية اليمين، وغالباً ما بيبقى له علاقة بتناول وجبة فيها دهون كتير. نعم. فبيحصل المرارة تنقبض على الحصوات الموجودة داخلها فتسبب الألم للمريض، غالباً ما بيختفي هذا الألم من 3-4 ساعات بعد ما ترتخي المرارة وتبدأ الأعراض تختفي. فهو ده العرض الأكثر شيوعاً هو الألم، أحياناً بيبقى مصحوب أيضاً بغثيان وقيء.
نعم دكتور، ذكرت الحين بأن في أعراض ارتخاء في بعض الأحيان المرارة، يصبح المريض عادي جدا ويمارس حياته الطبيعية، ولكن في بعض الأحيان في حين زيارة المريض للدكتور يقول له معك ساعات لعمل هذه العملية أو لإجراء العملية لاستئصال المرارة، ما هي المضاعفات وما هي الحالات اللي أن الدكتور يحدد ساعات معينة للبدء بالعملية وما هي المخاطر؟ المضاعفات اللي ممكن تحصل لوجود حصوات في المرارة، هو أول حاجة وزي ما حضرتك تفضلتي بنقول للمريض إن إحنا محتاجين نعمل العملية في أقرب وقت، هو التهاب المرارة الحاد، واللي أحيانا بيكون مصاحب لحدوث غرغرينة في جدار المرارة أو انفجار في المرارة. نعم. وعشان كده بنقول للعيان إن إحنا محتاجين ندخله المستشفى ونعمل العملية في أقرب وقت ممكن. من المضاعفات برضو اللي ممكن تحصل بسبب وجود حصوات المرارة هو انسداد القنوات الصفراوية، ده بيحصل لما حصوة من المرارة بتتحرك في اتجاه القناة المرارية الرئيسية وتسدها. الانسداد الصفراوي ده ممكن يؤثر على الوظائف الكبد ويؤثر على الكلى والجسم كله، وبيتطلب تدخل بمنظار القنوات الصفراوية من أجل استخراج هذه الحصوات. نعم إنزين دكتور محمد، في حالات معينة مثلا تطور الحالة كثيرا، هل من الممكن خلال إجراء عملية المرارة يكون في مخاطر أثناء العملية؟ طبعا ممكن، وعشان كده بننصح المريض اللي عنده حصوات في المرارة وعنده أعراض أنه يبادر بالعملية علشان نتجنب هذه المضاعفات، لأن من المضاعفات لما بيحصل التهاب المرارة الحاد بيبقى فيه التصاقات شديدة وفي تجمعات صددية، فبتبقى المضاعفات معدل المضاعفات بيزيد زي إصابة القنوات المرارية. نعم دكتور محمد، أيضا بجانب التدخل الجراحي أو العمليات، ما هي الخيارات الأخرى المتوفرة للمريض عشان العلاج أو التخفيف من أعراض أو مضاعفات هذا المرض؟ في حصوات المرارة احنا عندنا ثلاث خيارات رئيسية. الخيار الأول وهو في حصوات المرارة الصامتة، إن احنا بنراقب المريض بس بنتابعه بدون أي تدخل دوائي أو دوائي. الخيار الثاني إن إحنا ندي علاج دوائي، وده ليه شروط، يكون المرارة جدارها سليم ويكون وظائف المرارة سليمة والحصوات أقل، بندي حمض الصفراء اللي هو الأورثوكسيكوليك أسيد، ولكن هو الحقيقة ده علاج مش عملي في الناس اللي عندهم أعراض متكررة بصورة كبيرة. نعم. يعني لازم يكون المريض ما عندوش أعراض بتتكرر بصورة مستمرة عشان نقدر نديله علاج زي ده، وفي نفس الوقت هو الاستجابة ليه بتبقى بطيئة جدا. نعم. الخيار الثالث هو خيار الجراحة في المرضى اللي عندهم حصوات مرارة تسبب لهم أعراض. الأعراض زي ما قلنا هو المغص الصفراوي مصحوب بالغثيان والقيء أحيانا. نعم. في هذه الحالة بنضطر إلى العلاج الجراحي اللي هو استئصال المرارة. نعم دكتور محمد، أثناء إجراء العملية في الحالات خلينا نقول المتطورة جدا، في نسبة قليلة ممكن يفقدون حياتهم أثناء إجراء العملية، صحيح؟ هو صحيح، بس هي نسبة قليلة جدا جدا جدا. نعم. يعني ما ليس معتاد أبدا أن في عمليات استئصال المرارة حتى في الحالات المعقدة أو المتطورة أن يحصل فقدان للحياة، ولكن قد يحدث بسبب مش العملية على قد ما هو تدهور الحالة العامة للمريض قبل إجراء العملية، لأن نعم. انفجار المرارة هو شيء مهدد للحياة، لأن بيكون سائل الصفرة ده موجود داخل البطن، بيكون تكون صديد، الحالة العامة بتكون متدهورة وأثرت على كل أجهزة الجسم. نعم. فهذه تبقى الحالة العامة للمريض هي التي قد تؤدي إلى فقدان الحياة أكثر من العملية نفسها. نعم دكتور محمد، هل هناك بعض الأشياء ممكن يتبعها الأشخاص أو بعض التعليمات مثلا يقللون من مضاعفات هذا المرض أو أيضا عدم الإصابة به والحفاظ يعني على المرارة بشكل جيد وأيضا بشكل صحي؟ وعشان نمنع حصوات المرارة من الأساس يستحسن، بننصح أن المريض يقوم بنشاطه اليومي على الأقل المشي كل يوم لـ30 دقيقة، البعد عن الفاست فود أو الوجبات السريعة، تقليل الدهون في الأكل. برضو في جزء مهم من المرضى اللي بيجروا عمليات لإنقاص الوزن، فأثناء إنقاص الوزن السريع قد يحدث حصوات المرارة، فلابد إن هم يتابعوا مع طبيبهم في إنه ممكن ياخدوا الحمض الصفراء اللي هو الأورثوكسيكوليك أسيد لمنع
تكوين حصوات المرض. صحيح دكتور. نعم صحيح دكتور محمد. لاحظوا العديد من الأشخاص اللي قاموا باستئصال المرارة، عقب ما استأصلوا المرارة البعض قال بأن سبب لهم زيادة في الوزن، والبعض قال لا سبب لنا انخفاض في الوزن السريع. خبرنا أكثر عن هذا الموضوع، هل يسبب زيادة الوزن أم نقصانه في حالة استئصال المرارة وما بعد العملية؟ هو علميا ما فيش علاقة ما بين الوزن واستئصال المرارة. نعم. بعض الأعراض ممكن تحدث بعد استئصال المرارة هو أن المريض أحيانا بعد الأكل خاصة الوجبات اللي فيها دهون بيحصل له زي إسهال أو ألم بالبطن، بس ده بيتحسن مع الوقت. موضوع فقدان الوزن وزيادة الوزن له علاقة بالطبيعة الغذائية اللي بيتبعها المريض. المعادلة في أنه هو في مريض بيأكل سعرات كتير وفي نفس الوقت ما بيعملش أي نشاط بدني فبيبدأ يزيد وزن، وفي مريض آخر بيتناول سعرات أقل وبيبذل نشاط بدني فبيبدأ يخس. فما فيش علاقة ما بين استئصال المرارة في حد ذاتها والوزن. نعم دكتور محمد. أيضا هل هناك عمر محدد لإصابة النساء أو الرجال بهذه الحصوات؟ هو غالبا في سن الأربعينات بيبدأ يظهر في سن الأربعينات، ولكن الحقيقة في الحياه العمليه احنا بنشوفه في كل الاعمار، يعني بنشوفه في اطفال صغيرين وبنشوفه في سن الثلاثينات والاربعينات، وطبعا في الستينات والسبعينات موجود، بس هو في معظم الاحيان في سن الاربعينات. صحيح دكتور محمد. ما هي الانظمه الغذائيه الذي يجب اتباعها بعد العمليه وبعد عمليه استئصال المراره، وخاصه ان يمكن الدهون المفروض تكون اقل اللي تدخل للجسم؟ صحيح صحيح، يستحسن أنه يبقى الأكل دايماً قليل الدسم أو قليل الدهون منعاً لحدوث الإسهال وألم البطن، لأن إحنا زي ما قلنا هي وظيفة المرارة هي تخزين وتركيز الصفر. صحيح، ولكن ممكن دكتور الدهون المشبعة ولا لا؟ مثل المكسرات وغيرها، هل ممكن ولا أنا لا حتى هذه الدهون غير مستحبة؟ ممكن تناولها ولكن بصورة معتدلة، أي حاجة بتزيد عن حدها تؤدي إلى زيادة معدل الدهون في الجسم، ولكن المكسرات ممكن تناولها عادي بشكل معتدل في اليوم ولكن مش بشكل مفرط فيه. احنا بندي نصيحة للمرضى بعد عملية الاستئصال المرارة ان احنا لازم نقلل الدهون في الأكل منعا لحدوث الإسهال وألم البطن، وده بيحصل دايما كتير جدا في الصيام في رمضان ان الناس بعد الفطار لانهم بيتناولوا وجبات تقيلة اثناء الفطار، فالمريض على طول بيحس بألم في البطن وإسهال بعد الإفطار مباشرة، فبننصحهم دايماً أن الوجبات تبقى مش تقيلة وفي نفس الوقت قليلة الدسم. صحيح أكيد دكتور محمد. ذكرت قبل شوي أن في موضوع المرارة وحصوات المرارة يلعب الوراثة عامل كبير في أكيد هذا المرض، ولكن المفروض أن نحن نقلل من كمية الدهون في أجسامنا إذا كان في وراثة وغيرها. صحيح، لأن الحياة صحية أكثر. مظبوط، هو زي ما بنقول المفروض أن الواحد يتجنب العيش في بيئة غذائية لا تدعم صحته، يعني لازم تكون البيئة الغذائية اللي احنا فيها الأكل اللي احنا بناكله بيساعدنا ان احنا نحافظ على صحتنا مش العكس. ان شاء الله، الله يحفظ الجميع يا رب. شكرا لك دكتور محمد حمدي استشاري الجراحة العامة والمناظير، والله يحمي الجميع يا رب، ويومك سعيد. شكرا جزيلا. يعطيك العافية.